ازيك يا ترى؟ كويس، بس انا مش كويسه. هو احنا طارق ما وحشناكش؟ يعني البيت ما وحشكش؟ الولاد؟ انا لا، وحشتوني. كمان يا طارق وحشتني قوي. أنا آسفة يا طارق، آسفة على كل حاجة غلط عملتها ضايقتك مني. أرجوك ما تزعلش مني، أنا بحبك قوي ومقدرش أستغنى عنك. أنا عمري ما كنت متخيلة إن أنا ممكن أتعب كده لما تبعد عني. عمري ما كنت متخيلة إن أنا هتعب كده لما أتألف في سرير ملاقيكش جنبي. عشان عمري ما مشيت يا نو. أرجوك يا طارق عشان خاطري بلاش بلاش تمشي. أنت شايفة إن علاقتنا لسه فيها حاجة تتعمل؟ ولا أنت مش عايزة تفشلي وخلاص؟ حتى لو كنت مش عايزة أفشل، عايزة أنجح عشان خاطر بيتنا وعشان خاطر الولاد. دي حاجة غلط؟ عشان خاطر الولاد. أنا آسف، مش هعرف أكمل بقية حياتي كده، مش هعرف. ليه يا طارق؟ ليه فهمني؟ أنا مش مبسوط. أنا ما بقتش مرتاح في البيت. يا طارق، أي اتنين في علاقة بيمروا بوقت صعب، ليه ما نتكلمش ونحاول نفهم بعض؟ تقولي اللي مضايقك مني وأقول لك اللي مضايقني منك. ما أنت كل حاجة مني بتضايقك. كل حاجة. أنا في البيت طول الوقت قلقان، وأنا خارج من الحمام قلقان، وأنا داخل السرير وأنا بكلم الولاد، كل حاجة. طب ليه ما بتقولش يا طارق؟ ليه ما بتشتكيش؟ ما أنا بقول وبحاول وما كنتش بزهق ومقدر، بس أنتي ما بتسمعيش ولا حتى بقيتي عايزة تفهمي. أنتي خلاص جوازنا بالنسبة لك بقى مشروع، وهينجح هينجح بغض النظر عني وعن مشاعري وعن متطلباتي. أنا بقيت مجرد أداة لخدمة مشروعك. حتى لما بقرب لك في السرير بفكر قبلها مليون مرة، وبقرب لك وأنا مكسوف وخايف، خايف أحس الرفض اللي بحسه كل مرة بقرب لك فيها. بقيت أحس إن أنا بضايقك. لما بيبقى ليكي مزاج وبتبقي راضية عني ببقى عامل زي العيل الأهبل، بس أنا مش أهبل ومش عيل. أنا راجل يا نوى، راجل وبحس. بحس إني بقيت مجرد جزء من مشروع، وبحس إن أنا مش مرغوب فيا، وبحس إنك مش عايزاني. وأنتي ما بقيتيش تحبيني، وده من زمان. لا يا طارق، لا لا، مش صحيح مش صحيح مش صحيح يا طارق. انا بحبك قوي وما اقدرش استغنى عنك عشان خاطري يا طارق، عشان خاطري. ما تظلمنيش عشان خاطري. عمري ما كنت عايز اظلمك، بس انا غصب عني مش قادر ارجع خلاص. ياه، وانا بعمل كل الحاجات الوحشه دي وانا مش واخده بالي؟ ملوش لازمه الكلام. اه طبعا ملوش لازمه الكلام فعلا. بتتكلم ليه؟ ما انت خلاص اخدت قرارك. انا قلت لك مش قادر اكمل، وقلت لك خدي وقتك لحد ما تحس انك مستعده، مش كده؟ انت امتى بقيت كده؟ امتى بقيت كده؟ ازاي كده؟ ازاي مش عايز تحاول؟ ازاي مش عايز تحاول عشان خاطر بيتنا وحياتنا مع بعض زي اي اتنين؟ هو انت ليه مصممه ان انا المفروض اتصرف زي ما انت عايزه طول الوقت؟ يعني ليه مش حاطه في دماغك ان انا ممكن ابقى مش عايز
أو أبقى مش مبسوط، أو أبقى عرفت واحدة تانية مثلا. وانت عرفت واحدة تانية فعلا؟ أيوة يا نو، عرفت واحدة تانية فعلا. يعني الكلام اللي قلته لي المرة اللي فاتت كان بجد؟ ماشي يا طارق، لو سمحت أنا عايزة ورقة الطلاق توصلني بكرة، مش عايزة أشوف وشك تاني في حياتي. وقبل ما تمشي سيب مفاتيح البيت، لأنه خلاص مبقاش بيتك.